عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشينا قيمها إيا قايها له ميل والباد عالم كأدنغا داوانيسان كسو دوادا برنامج كيني كيكوف عيارة سبورتيغا برنامج كيني كيكوف عيارة سبورتيغا آلا وحان كسو قادنا عيارة كالدوان إيا كدعا قارة ديوروب إيا عالنكا لكن سي مانتا وحان دونيا إن أن سيقاره إيقنو عيارة بريميشيب كعيارة جامبيونس ليغا عيارة ويفا أو مانتا كوحاها سيدا اي مركاس اسكوغو اهدن يهين لسو قد بيه كوحدة ارسنال ايا وحايا كسو اهدي كوحدة باير مونيك او ودنك جرملكا قفو لبا قدكا تلافنكا مركاس وفرن يهي اسلا مركاس نوحا اسكو دي دونا سيدا يكولا تهي كوحدة ارسنال ايا كوحدة باير مونيك او ودنك جرملكا لكن سي انت انا نخيبتاس او قد بين ايا راها بريمي شيبك او ودنكا انجريسكا ايا دونينا ان انفلقينو برنامج كلا مانتا وحا ايقو مرتاها إبراهيم أموري أو أنت بدن أت كبرتين إنه يهاي قف رنتي عيارها ودن كان إنجليزكا وح بدن كي يقانا إسلام مركزنا أن فيليو إن أت سؤال أت كويدين دونتان عياره ودن كان إنجليزكا لعسي تمان كاب سيبا عيارتي الأحمرتي مالنتي شلي لبضكوح إيه توتنام يكوح ذا مانشستر يونايتد كسر لوذا برنامج كينا كيك أوف عيارة سبورتيغا أوغورنتي إبراهيم كسر لو برنامج كينا وما تسنت سالم علي سومالي كيبل تين داوني سبا إبراهيم سيد أدل سعطه عيارة بريمي شيبكا أيها وحقيهين عيارة أدوحي سبضا شالي قلب نمدي أيها كوحدة منجسو يونياتي تقولي جيدا وحي عيارة أدوكل أي رحمرتي كوحدة توتنام عيارة تاسي سيد الفيلي كوحدة منجستر يونياتي مدوين كيدن بوحد مودي إن قولل رمتي إنت بدأ إيساد للنينين إسلا مركاسنا أي كوحدة سي أي لبعبضن أي لمنين عيارة يهنك رمتي مالنتي شالي غوشو دلي أرمينيانكا أو إسلام مركزنا دا وعمي أي غوشو دلي أو كلية وحا أي مركز غوش كره دي كوحدة مانشستر يونايتد إبراهيم كورن عيارتاس والله عيارتاس عيار أدو كل يهد سالم هي وداونا مركا ينو يونايتد سدا أركمانتي أفكا ظهر وحا عمودة إني أدي أدو ليتان إبراهيم أفيج مركو كوبدو قبطو ونن أو مركتي مو مليني نن أو قاجة هايسو لكن نن كان عيارتو إذن أو مركتي أو كتاري وعيارته أوقف أو قاعده هاس إنه رو إنه مارت أوبهن إنه أوبهن يعني إنه إس إمبروف قريه ماركتي يعني شعبك وحوت سيا كراود كا يونايتد ماركتي إنه هرمر أو مارت أبودن أو مارت يعني إبراهيم فيج مارت مدامه العق بدن لقي صوب بحي وانن ليزي هذا المليونير أهو وقف مركو العقد كبتمات سا أدي دوي أنا وأركونين والليزي أو مرت وح أنا كحد أو قبسنين مكولات هدا ذي إني مركز يرعي ليس إبراهيم وفيج ما دام أصدنا شنجر وياه دا ماها ويعني ليزي نما يكتها هدا العيار سي هدا العيار سي نبو شقدي سوما ماشوا وسك نحتاجين يا جرانك وح وخونا يا مل حتى ما يقولوا مسكري وعرفت وانا وان سي بورتيري كصوبحين سي بورتيري كصوبحين حتى كوبدس يعني قاجو أمة هاي سو إنه مارتن كان أم هالعيار سي أم هالعيار سينين شقدي سوما معها وح قدرنت هاي إن مارتي مقعيسة وحوينا إن كان جرانك حلاقة هاي ومقعك ملقيها بقول جدد وين كواحد يبست إنا يتهاي إن لو إيبيو فنان ده مقعيسة كقرن دنك دخلها إنا كواحد أي حوض إسا كاس نمبر ون واي كو عهرتو شعب كإن فنان دي سيجتان كو لباد ومقع يونايتد يا وعيار مركل الترنا تيم كمقعيسة تيم كمقع مركل الترنا إبراهيم فيتشينو وحيلاس أوكل إنه كجرا ملاك عهرتو اللي كسينا دي كواحد كجرتو هذا روني أوكل نفتجيسين وين كلماته ماشوا حلو باهي magacaan aan lagu ciyaarsiinaa dadkan soo hadda waxa loo baahan yahay united labo kala striker oo maartay oo sida wiilka hadda gitaar oo magatarian inay gataan oo maartay markaas improvement badan ay sameyn karaan laakiin hadda midama oo maartay ibrahimovic hadda cunugan kaliya hadda uu noo dhaawacmay ha u dhaawacmay yaa gool dhalnay haye yani ayariis ani waan ka helay marka arkay nin oo maartay oo active oo meel isku badalaysa oo ma kana gaajaysan waay qofna ku gaajaysan yahay in wax waay la macelin karo haye yani heartless no waay wadnana waxna xaymala ama u baas ayartu wax laga yaabo goosh uu dhalinayo laga yaabo in markina Ibrahimovic si inu qara ayartu kala diya halayn Ibrahimovic seen lahayn لك عيارتو كل هدي أهان لهين وحيس سيل لهين إبراهيموفيج وعبسنا يعني عبس درتيس لكن نكر شقدي يسموها لين عازوا أنتوا كل حصلوا ون دليل ده وضي على السيد إبراهيم وشيء عيارته سيا وحيكسو جبوا ذي هل قول أو كلية هي إبر أي مركز كوحدة مانشستر يونايتد أي وقوة شقتي كوحدة توتنهام
كوحدة أرسنال أو كرسن مقالة لندن أيا إيقنو وحا إيهين كوعها أغو عد عد بريمي شيبكا ودن كان إنجريس كسنة كان كوحدة أرسنال أيا وحا وعيارة لان يارة رنتي آد ودائير سيبا رنتي مركا آد إيكتو لنكا ويراركا كوحدة أرسنال قفو لبا مركا سيدا ودا وأبقيا حبكا أي مركا سو عياريان يعني إسلا مركا سنة قول الآد أتربادن أي مدوين كيدن بي أي كوعها كالدوون أي كالاليان استوك سيتي أي سيدح قول إهال أي مركا سي وقو أود شاكتين كوحدة أرسنال إبراهن عيارة أرسنال أم كوحدة أرسنال إيه قورا والله أرسنال هورتو مارتي ماشان وحالة فيريا كو هي. عيارتو إيدي سدي اسكولا قبسدان كو إيو معلن كسي علاقات كو دحيا كدحي حريرك حريرك كدحيا حي سو ارسنال وادد مارتي او معلن واساسو كرسد عيال كان هي وادد مارتي اسفهمي او مارتي كوبودودن ادي اد وناكسن يعني مركا لا فيري عيار عيارتويدا كلا او كوخا انجليزكا كديسن وا ذا اونلي تيم اللي كار مارتي او كومبير لو سمي كار اسكو اكاشو برشلونه او كلا يو نو لكن ارسنال كوحي هير يركا هذا أكلا بحيان. ستوك سيتي. ستوك سيتي. sometimes وحي كده ما تعيرك one one like but نان إيجا أود شيكتو. وين بديان. ها وين بديان لكن وحلسكو هستا مركا دبده على هذا. championship مركا على هذا. different. champions league. champions league مركا على هذا different إنه قنيسة. مركا وحوي أرسنال تاجرياش وحلاه همبليو مرول بمارتي يعني هير أد أد وصاري إيجا تشيلسي. يعني ادي ادي رجل ادي في عنتها ان سداد لسعت ان كوخده ارسنال ان وحا اي كسو اادين عيارها جامبيونز ليغا كوخده برشلونه اي ودنك اسبين ان رونتي عيارها جامبيونز ليغا وا عيار داوديال ادي اد او قروح بدن اسلا مركاسنا كوخها اوغو اوودا بدن ودمدا اي مركاس عياران كوارن برس كوخده بايرن مونيخ كوخده ارسنال عيارها جامبيونز ليغا هورتا باير مونيك كوح يوسو دك يوسو أرض معها معها كوح أو ماركت ستوك سيتي أو ماركت معها مارك هو أرسنال وحي فيس كرينا إن تشالنج أو ماركت أو أدي أد أول مارك كوح ذا أرسنال مارك وحي أباهنته إن أي ماركت أتاجو ذا يكبدو ذا سدي مش عيارن كونفيدنت كيو عيارين إنه يسي وتان لكن هدي أي ماركت أي مسك هذا عيارته يدي جليان يعني مش ما جعل سكديلا كوح ذا هي يو نو بايرن مونيك عيار يوسو دق دق ما لقياو ان ارسنال ميبي اي اي يو نو مشان وعد يمدو لقياو اني بدي ان لقي بدي ان داود يل سدا وجيدان كوخده مانشستر سيتي ايا ايغنا waxa ay ku soo aadeen kooxda monaco ee wadanka fransiiska ayaa aad u xiis badan weey sidoo kale kooxda real madrid ee spain ayaa waxa ay ku soo aadeen kooxda aan inta badan sida gaarka u taageero waa kooxda napoli ee wadanka talyaaniga sida hore ma aha لكن سعيره كريستيانو رونالدو سيدو علين دونان كله كوحدة نابولي أي أطالة كوحدة بنفيكا أي ودنك بورتغال أي وحيك أديهن كوحدة بروسيا دومن أي ودنك جرمال كأمدوي كدم بأدمو دو إن أي سوونك سنة أسو كابتن سيدا هرادو كوشة كوحدة بايمونيك أي ودنك جرمال كأي وحيك أديهن كوحدة أرسنال أي ودنك إنجليزكا وحن فلينا كوحدة أرسنال إنه أود شجعين دون تو كوحدة بايمونيك ما دامك ودنك إنجليزكا كوحيس أن سجارة أن أطالة كوحدة بورتو اي ودن كبورتغال ايا وحاي كو اديهن كوحدة يوفنتوس اي ودن كتريانيغا كوحدة يوفنتوس وكوحا او اد اداي قارد يوروب ولو سيد هور ايسن اهن مركا اي عياريان عيارها قارد يوروب كوحدة باي لبكوسن ايا ايقن وحاي كوحا او عنك وقارد يوروب وحاي كو بحيان كوحدة ادليتكو مادريد او اه كوح رونتي وعدرا كموجيا عيارها جامبيونز ليغا اي قارد يوروب كوحدة باريس سان جيرمان اي ودنك فرانسيسكا ايا وحاي كو اديهن كوحدة عنك اه اي برشلونة رونتي عيارتاسي ما هن عيار رونتي ددكا لو سادالين كرو سوتو اه كوحدة باريس سان جيرمان وحاي كيمي تاهي كوحها اوغو خطرسن قارد يوروب ولو رونتي ويريهانادا كوحدة برشلونة ايهن كوا كعدعد كوحها كالي ويريهانادودا كوحدة سافيل اي ودنك اسبين أي أيقون وحقي كؤديين كوحدة هاي ستة بريمي شيبكا ودن كان إنجليزكا وكوحدة ليستر سيتي وحن فلينا إن عيارها سئ نخذان عيارو رونتي دتك مركا أي داون يعني أدي كجيلان سيبا عيارته نحمر دونته كوحها أرسنال
iyo kooxda Bayern Munich kulli sida ay la tahay ciyaartaas waa ciyaarta ugu adag ee markaas la filayo in ay ciyaarahaasi ay ka dhacaan kooxda Napoli kulli lama saadaalin karo waxa ay ku aadan yihiin kooxda Real Madrid ee Ibrahim Amore waa u jeeda sida isku aadan yihiin kooxa ka waran kooxay is dhigi kartaa waa ay ka soo bixi karaan gruubka labada ee team kan kala duwan arta waxa umaleena in maaragtay Manchester City inay soo bixi doonto ko Real Madrid Napoli Real Madrid haye iyo Borussia Dortmund Bayern Munich Arsenal saadale bar horta aad u adag I think Bayern Munich way not talatan okay wa aniga kulay waxaan umaleena Bayern Munich iyo kooxda Arsenal in ciyaarta London lagu qaban doono horta Arsenal ayaa badanaysa san jeclahay okay laakiin ciyaarta kale ee xagga lagu ciyaar doono ciyaarta sabarje ayuu ku dhamaanay 1-1 kulay taada ka soo jeeda rudi ani kulay sidaad ila tahay kooxda Arsenal runti waa ay iska difaaci karaan kooxda Bayern Munich because kooxda Bayern Munich waxa aad moodaa ciyaarahanad haatan u ciyaar inay yar weynaadeen maya adiga taa waxa ka hadashay waa difaaci karaan meeshan waa ilmay yar maaragtay oo meeshan experience wala isku dilaa experience kan ciyaartooda Bayern Munich oo ciyaaro waa ciyaartooy magaca oo aad u farcoon waa ciyaartooy aad u fiican markay imaadaan confidence ahaan kalsoonida ahaan waxa laga yaabaa in maaragtay Arsenal ay nijab ku dhacdo kooxda u baxaysa maaragtay kooxda Juventus ka waran iyo kooxda Porto Juve. Waafta. Yes. Aniga oo kooxda Paris Saint-Germain iyo kooxda Barcelona. Of course Barcelona. Meshan way badahad, you know, like what would you do meshan sida la isku aadi. And Dawood Yal Ibrahim Amore sida uu leeyahay kooxda Real Madrid, kooxda Arsenal iyo waa isku haysanayna asaga iyo kooxda Bayern Munich, kooxda soo bixi doonta. Laakiin sida aan filayo kooxa soo bixi doon aniga ahaan Manchester City oo Monaco ka adkaan doonta Real Madrid oo Napoli ka adkaan doona kooxda Benfica koox la dayarsan kara ma ahan oo waxay ku aadan yihiin Borussia Dortmund ma qiyaas kar laakiin sida aan falayo kooxda Borussia Dortmund way u badan tahay Arsenal waa ay ka badan doona kooxda Bayern Munich sida ay la tahay Porto iyo Juventus Porto ayaa soo bixaysa sida ay la tahay Porto haddan ku leeyahay kooxda Bayern Leverkusen iyo Atletico Madrid ay u badan tahay Paris Saint-Germain Arsenal ciyaartaasi kama hadli karo laakiin sidaan umaleynayo kooxda Paris Saint-Germain waxay awood sheegi doontaa kooxda Barcelona okay Leicester City of course Sevilla kooxda Leicester City Sevilla definitely way awood sheegi doona kooxda ya badanaya Leicester City tasajashay okay tasaa ka dhigana dawadii halqadka taleefanka waa inuu furayahay isla markaasna waxaan filaya in aad aragtidiina aad ka soo dhiiban doontaan ciyaaraha Champions League oo ciyaar aad u xiiso badan siiba sida aan maanta aan xoog aan saaray kooxda Arsenal iyo kooxda maxaa la dhahay Bayern Munich sidoo kale kooxda Real Madrid Napoli sida idin la tahay sidoo kale sida aad la socotaan ururka kubadda cagta ee qaarada Europe ee UEFA ayaa dhawaan waxa ay soo gudbin doonaan labada ciyaaryahan ee markaas ku guuleysan kara banooni dal oro minus waa kubadda dahabka labada ciyaarahan oo muddooyinkii dambe aad moodo in ay positionkaas cishteen ayaa waxa ay kala yihiin ciyaaryahanka Messi iyo Cristiano Ronaldo walow jornaalku ka soo baxay waddanka Jarmalka sida la sheegayo si secret ah ama qarsoodi ah u soo bandhigay in Cristiano Ronaldo uu yahay ninka looga baqayo ayna u badan tahay codka ugu badan haatan haysta in uu ku guuleysto banooni dal oro runti aragtida bulshada waa loo baahan yahay waxaan filayaa dhalinyarada Soomaalida in ay qaar badan oo ka mid ah ay taageerayaan labada koox u kala yihiin ama labada ciyaaryahan u kala yihiin Ibrahim Amore banooni dal oro yaa ku guuleysanay wallahi aniga ahaan hadda qof fuud garan lahaa Cristiano Ronaldo nin oo u qalma oo hard worker ah ma aha nin Cristiano Ronaldo waa ninka next 7 years kadib uu kubadda ciyaari karo laakiin Messi next 5 years inuu kubadda ciyaari karo laga yaabo sabab because waxa ninkan waa ninka kale sportiska marka la fiiriyo test ahaan oo jirkiisa u dhisan naturally oo power na umar awood
وكعيار كرة لكن ميسي أو كلا سا عن أمك لي يعني عربدوه إنه كوس على يعني ما أهنن عربدها أو ميس أو حوجة لسام ميسي you know like أصل مركو يرى إن كان حوجة دواع يروله you know يعني ما يا لكن وحال سكوها سدر كيسي ماركتي إيو إنه كلفتي سكلبحين وحيلات كريستيانو رونالدو و ناتشرال بون هو ديري هي اتليك اتليتيك او ماركتي او نت او باور جيركيسه المينتديسه ماركا لو لو ديغو ها سوماليغو ها عيارتويدو كان وا سيغلبنو املينا سومالي سومالي خوغا ماركي لو سو ديغو ماركتي ادونك عيارتويدو كوبد نينك او يعني جيركيسو جيرك دسنوي ها اون نيكست 7 ييرز او حتى عياري كرو مدام هاد دأذيس أيتها هي صدّن يكوسن وما لقيا با كريستيانو رونالدو إنك ستريرسو سو نكسون عيار. next كريستيانو رونالدو you know every time هو عيار improve غرينايا. هي. مرول هو عيار وحوسمايا يعني improvement وحلا ده. هي. لكن ميسي مركها لفيريو. ها. سنة كديبو. واحد مودا إندا وعيسو صوب بدنا يعني اللي حتى ودريم كرتا هوس وصيد عيار. مر قف مر كأرد حتى دقدي يذكره هذا أسيجنا improvement كيذكره وسي هذا وسي صعده يعني نكاس أوكلا وليكره وصعنكره لكن إن أو دقدي يصير أو ماركتي أو هوس يصير دعية ماركتي أو talent اللي مديس أمودين يصير الدقيس talent natural talent واي ميسي لكن على سكوا هسا مصعنكره بحوا أنا جا واحد بدنت هاي إن أو كوجل السنة يا كريستيانو رونالدو وون يعني he deserve it داودي يا سيدا إذن كوجش يعني بنوني دل أورو أي دوان أي أوروكا كوبدة عقتها قارض يوروب أي كده واخد دونان إسلام مركز سنة كريستيانو رونالدو أي ميسي أي وحيين لبدا عياريهن أو سنة دولي بكوبدة ذهب كأترتما لكن سيقف ولي بقو عيارها كوبدة عقتها داودا وحاقو دريم كرا إن عيارتي أقدم بيس الكلاسيكو نحمر تلبدا كوح ريال مدريد iyo kooxda kale ee Barcelona ay Cristiano Ronaldo admooday in uu ka yar firfircoona dhan waliba ciyaarahaanka Messi marka ciyaarta dhamaatay sida jaraa'idyada ugu caansan ee caalamka lagu soo qoray Messi waxa uu runtii u mahadceliyay ciyaarahaanka Cristiano Ronaldo isagoo markaas ku leh runtii waxa tahay talent runtii arintaas waa arin ee jaraa'idyada waddanka Spain ay si gaar ah ay markaas ay kaga hadlayeen waxaan filayaa dhalinyaro badan oo Soomaali ah inay arintaas ku raacsan tahay qaarna ay ka soo horjeedaan dib aan ugu laabto ciyaaraha Premiership-ka ee waddankan Ingiriiska ayaa daawadayaal waxa ay yihiin ciyaaro ka duwan ciyaaraha kale kooxda Chelsea ayaa iyaga guuleystay oo waxa ay hal gool eber ugu awood sheegteen kooxda West Brom Chelsea daawadayaal sid aad la socotaan sanadkii hore waxa ay ka mid ahayn kooxaha ugu hooseeya ee Premiership-ka laakiin sanadkan iyaga ayaa hoggaanka haya iyo kooxda Arsenal shalay hal gool eber ayaa waxa ugu awood sheegteen kooxda West Brom ka waran ciyaarta Chelsea West Brom Chelsea waa kooxdeeda haye waa koox oo maaragtay sanadkii hore oo maaragtay ay hoosan u leedanay laakiin sanadkan waxaan tusnay shacabka iyo adduunweynaha ba maarag in ay Chelsea tahay oo calaaqad oo problem inay jirtay sanadkii hore la dhaafay oo haddana aan ka kabsanay marka Chelsea maaragtay goosh hal gool aan ku badinay hal gool ma aha enough wax lagu faani karo midama oo Chelsea aanahay oo u baxayna kooxaha gool badan rabteen gool badan ahayd inaan dhalina laakiin waxa way maartay koox walba awooddeeda maartay iyo sidii maartay dhaawacyadan waa in la yareeyo ma aha in maartay oo midamo hal aad leedahay in attack ay abadsid oo boqolkii boqol aad dhisi because ciyaartay I mean ciyaar badan ka dambeeyay iimaanayaha ciyaar badan ka dambeeyay ha midamo macallinkan waxa way qof oo maartay smart ah waa wuxuu sameeynaa oo ogyahay so midamo maartay oo hal gool aad ku badinaysid ma u baahnaa in pressure iyo kooxda inaad saartid kooxdan ay maartay sida Jose Mourinho oo kale ay u nacan pressure qof marka la saaro waxa way macallinka xataa maartay oo iska hor imaanaysiin daawadayaal sidoo Ibrahim uu sheegay kooxda Chelsea waa ay soo kabteen oo waxaad moodaa tababarahaatan in uu wax weyn uu ka bedelay siiba tababarayaasha kooxaha waddanka Talyaaniga yimaada ama tababarayaasha Talyaaniga ayaa waxaad moodaa dhanka difaaca inta badan inay xoog saaraan kooxaha
توبرياش ويهين توبرياش تليانجا دفاع وذا رنتي أدا أيو أذجها كوحدة جلسن وحاي كمتهاي كوحا رنتي هاتن دفاع أو أذج له بريميرشيبكا sidoo kale ciyaar ay bulshada caalamka ay runtii aad u la yaabeen ayaa waxa ahayd ciyaartii dhaxmartay kooxda Leicester ay 4 gool ila bay ugu awood shaqteen kooxda Manchester City maxaa hela Manchester City wallahi taas ajeeb ah waa ana 4 gool oo ku dhan ila ba waxa speechless aan noqday because maxaa laha City marka loo fiiri Leicester City waxaan u maleynayaa Leicester City maarte awood oo last year oo koobka ku soo qaadeen yani sidii uu ciyaareen iyo maarte you know mission was luck sometimes waxa laga yaabaa maarte macallinka maarte inuu qaladaad uu sameeyo bedel iyo wax kooxda oo maarte difaac oo si fiican u ciyaarin iyo weeradi loo baahnaa inuu maarte inuu dhigin laakiin waxa waa wax waa nasiib waa nasiib waxa kubad waa meeshan ma uga kartid sometimes ma laga yaabaa in aguure aguure ay misgiray kooxda ee City maalinta shalay waa laga yaabaa because Nikas waa ninka kaliya oo maarte oo goolish oo City oo dadalay waa ninka kaliya oo maarte noobaha isku haleyn karo oo City mar walba oo goolish u dhalay midamo asaga uu maqan yahay maarte waxa u maleynaa kooxda in wax ay ka maqan yahay waxa ka maqan daawadayaal kooxda Manchester City ayaa 4 gool oo ku dhan iyo laba waxa ugu awood sheegtay kooxda Leicester. Leicester waa kooxdi ku guuleysatay Premiership-ka waddanka Ingiriiska. Runtii lama filnaynin in sanadkii hore ay ku guuleystaan, laakiin sanadkii ciyaar wanaag ay markaas sanadkii ay soo dhaafnay soo bandhigeen ayaa kooxda Leicester ay markaas ku awood sheegteen. Ciyaaraha Premiership-ka ayaa waxa u dhaceen sida aad haatan aad shaashada aad ka daawanaysaan. kooxda jalsa ay hal gool ay waxay ugu awood shaqteen kooxda West Brom, Manchester City hal gool ay waxay ugu awood shaqteen kooxda Tottenham, Southampton hal gool ay waxay ugu awood shaqteen kooxda Middlesbrough, Liverpool iyo West Ham United ayaa 2-2 isku mari waayay. Sidoo kale kooxda Watford ayaa 3-2 ama 3-2 waxay ugu awood shaqteen kooxda Everton, Arsenal 3 gool ay hal Stoke City, kooxda Burnley ayaa 3 gool ila waxay ugu awood shaqteen kooxda Bournemouth, kooxda Hull City ayaa 3-3 waxay isku mari waayeen kooxda Crystal Palace, Swansea City ayaa 3 gool iyo eber ugu awood shaqteen kooxda Sunderland iyo kooxda Leicester oo markaas ku durduriyay kooxda Manchester City oo ka mid ah kooxaha ugu awooda badan ee Premiership-ka ee waddanka Ingiriiska. daawadayaal ciyaarahaas waxay ahaayeen ciyaarihii aad ku xiisaha badnaa ee ka dhaca waddanka Ingiriiska. kooxaha waddanka Ingiriiska ayaa haatan waxa khadka taleefanka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. سعد مقعد هل كأجبت؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيقول أحسن تي في اسكي قاوي صاحب هيا مقعد هل كأجبت؟ كريستيانو رونالدو يقول لي مش أكابر يا وعي هيا مقعاقة كريستيانو رونالدو يقول لي مش أكابر يا وعي محايا لأني كريستيانو رونالدو كاغيرا تصبح يا وعي أوكي هرت مقعاقة هل كأجبت محاجة يا وحكسو هالله يا بيا منوسا كسو هالله يا جرمك كورن مركز كريستيانو رونالدو يا ميسي قفك كوكو لي سنكره والله لا لا شوف صبر بربي كره ما اهم كريستيانو رونالدو يقول لي هي قوتك يقول لي هي هي ان صاحب رونتي ان يا رب يكون جرى انا شو كهل ابراهيم شو كهل انا مركا كريستيانو رونالدو هي ان صاحب رونتي aad ayaan ku maqlayaa TV-ga insha Allah barnaamijka dib ayuu ugu soo laaban doonaa oo YouTube-ka Somali Cable ayaa si wanaagsan aad kaga daawan kartaan fadlan isku daya in aad telefishinka aad iska gaabisan oo aan markaas anagii adiga iyo bulshada si wanaagsan ay markaas isku maqlaan saaxiib
ان وحان فيليا ان خدك تلفنك سيداس ايو كوغو اي ان رنتي قفك اسكود ايو ان او مركز او كسي كذا آلد اما تي فيغ او داوان ايو هدو دون ايو ان او عدكيس مركل او مغلو سيد ان انيقب او جعلا ان ان ديب ان اسكود ايو سيد داو تلفشن كسومالي كيبل يوتيوب كود او مرولي برنامج كيكوف اي برنامج مش برنامج يبضن او تي فيغ او سو سارو ديب لوغو سو عليا اسكود ايو ان ان مركز اكسكتان إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كتلافك واقع إبراهيم. رنتي سيد أوجي دادك بدن كوضوح وح التاجر ويهين. محل هاي كريستيانو رونالدو لكن إن قد كتلافك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. ألو ما قاعد هل كأجوك صاحب؟ ما قاعد هو عبد الكور عبد الله محمد وجو مقالة جدة. عبدي كسر لو برنامج كان كيكوف عيارة سبورتيجا. عربا هنا كاد لو تغيشوا كده برونالد أورا لما لعاب ربا. هيا. كريستيانو رونالدو يو ليونيل ميسي. ها. لو لاعب ووين. كو. سنة كان كريستيانو رونالدو كويس تملع برونالد أورا. سببت أد رونالدو أدو تاجر سمحيتها سببت أد رونالدو أدو تاجر سمحيتها علينا هاي كذا أنت كنا ما تبيسوا مركا وحد ليه ذا هاي رونالدو يا كقولي السنة ها إن كان أبي سيار سبحان الله يخف كويس تمام صاحي ورنتي إن عبدي أو كسر واعتمي جدا آد بعض أم هذا سنت هاي وحن فيلي ضد بعض إني قد كتلفن كيدونا يعني إني أرك تدو إني كني بتان عيارها بريمي شيب كودن كان إنجليز كأي وحاه جامنا يكوح هذا جلسي قد كتلفن كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلاو. هلاو وكم مغليا ما قاعد هل كأجوت. سالم وقف سلام يا عبد الله from London. عبد الله كسر برنامج كيكوف. وقف سلام دوامكم وسنت برنامج كذا وعن سفي عن هذا الدين يسدوا وقف سلام يا دقيقة يوم مرتد هذا أتبع ما سنت صحيح موضوع اللي قال الله كريستيانو رونالدو يو ميسي ميا نعم كل والله بقى يارتو أو كلا جد جدا كريستيانو رونالدو يو ميسي تالنتي بودو وديفرنس هي فميسا نعم مرك هدي يوروبيان أهان لو وجه لنا كريستيانو رونالدو مو إيه كل أنا وحندي لا ميسي معناها حقه وعياره إيوه سدا معناها أو باسو كبداها إيوه معناها سدا معجزة أو ميسي أي لقطي سأي كوجرت كل كريستيانو رونالدو مان كريستيانو رونالدو وقف أرداية بس أرد كلية لكن فرصمة دي اللي يراهدو مقاري كارو منو دوان كارو معناها فرصمة دي ميسي هيسو إلا يهدا قف هيسو معناها نحن أرنت سوحك هاي جوابي إبراهيم إبراهيم عبد الله أنت أسكت جواب يا صاحب ماشي الواحد جفت مكتع نكان كريستيانو رونالدو وحوسه ماي ماركتي ميسي وحوسه ماي كريستيانو رونالدو دل كيسو أكين هذا يقابلني مين المغلاي كريستيانو هذا يقابلني مين مغلاي ساهدا ما تسي عن مقوم مغلاي أكين هذا يقابلني وحان كلها كريستيانو رونالدو وحوسه ماي ماركتي ماها كست عيارت يباصا وحل سكواي ساميشا نكهر محوق قبتي دل كيس محوق قبتي كوحد عير محوق قبتي إن عبد الله إن عبد الله من مخلص هذا سوناك سنة مخلص إن عبد الله إبراهيم واحد أولي هاي سببت أقول إيه كريستيانو رونالدو إيه دتك أنت بدنا أتغير يعني وواحد وكوحد يسا يودن كيسة ومركز أخبتي وإن مركز أوروبا بدأ عقته إن قارض يوروب وحاي إيه يعني واحترك كوحد يودن كيسة سدرت هذا هاد وسادل وحاي أوب بدن تغير هذين إن إيه كريستيانو رونالدو وكوجو ليس نكره عبد الله ها وبتاس ما رنتي تاس وصورت قال مرت هدي الله هالله سدا سدا ناشنال تيم كا أو ودر كيسا أو كوف أو قاضي سدا معنا كوه دا أو ريال مدريد وار رنتي لكن فرصة معهان هدي أو لبض قفل بربر بيجو معنا مرت كوجران قرون حبكي وعياران حبكي معناها
وكاس إيه كالديري والله وقفوا أن كومبليت لأن شقيس كل هذا. عبد الله رنت آذ بعض ما سنت هاي آذ وفرح سنة هرتي أن هذا نص وعده تيدي حكتا إن شاء الله هدو إيب ورالك نخذو حيل قلت لي بقى ياد كلا أوغاندو أن عبد الله أركتدي سو إن كريستيانو رونالدو إيه ميسي وميسي ومركز وتاجر سنة هاي عبد الله آذ بان كاجم هاد علنا وعتان كأذ نص وعده إن رنتي ayaarah premiership wadan kan ingiriiska ayaa jalsa haadan hoggaaminaysa waxa ay leeyihiin 37 dhibcood kooxda arsenal ayaa iyaguna waxa ay leeyihiin 34 dhibcood een sida haa u jeedaan daawadeyaal waxaan filaya in ay runtii qaybta aan mistake darteeda aan sida kooxaha ay u dhibca badan yihiin aan goobtaasi ay aan ku soo diray sababta ma garanayo laakiin in sha Allah ana haatan si toos ah idinku sheegaya kooxda jalsi 37 dhibcood arsenal waxa ay leeyihiin 34 dhibcood kooxda liverpool 37 dhibcood kooxda man city ayaa waxa ay leeyihiin 30 dhibcood halka kooxda tottenham ay kala yihiin 27 dhibcood kooxda manchester united ayaa waxa ay ku jiraan kaalinta lixaad waxa ayna leeyihiin sida aan markaas aan arkayo 24 dhibcood ee runtii aad baan idinkaga raali celinayaa maadaama mistake dhankayga ah ay tahay in kooxaha sida ay markaas u kala horeeyaan aanan soo qorin laakiin insha Allah barnaamijyadeeda kuwa xiga ayaa runtii aad insha Allah aad ka daawadantaa laakiin se Chelsea hoggaanka ay haysaa kooxda Arsenalna waxa ay ku jiraan kaalinta labaad ee Premiership-ka ee daawadayaal aan ka yarasna sano ciyaaraha premiership-ka ee qaarada Europe si mar waliba waxaan isku dayaa in aan barnaamijka qaybaha ugu dambeeya aan yara eegno isboortiga Soomaalida mar waliba waa in aan soo xasuustaa in ciyaaraha kubada cagta iyo ciyaaraha kala duwan ee Soomaaliya Ibrahim Amore nasiib uma yeelanin runtii xilligii ciyaaraha aadka u quruxda badan ay ka dhici jireen waddanka Soomaaliya laakiinse waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sida wanaagsan u maqlay ama u dhageystay in Soomaaliya ay ka dhisanayeen kooxo caan ah isla markaasna wacdaro way muujin jiray laakiin kooxaha qaarada Afrika aad iyo aad ayay noogu awood badnaayeen een daawadayaal een Ibrahim Amore ayaa asaga waxaan weydinayaa su'aalihii hore ana ii yeelan laakiin kubad dambe isboortiga qaarada Europe ee dhalinyarada Soomaalida sidee wax kaga bedeli karnaa caruurtii waa ay ciyaaraan caruurtii ma ay soo baxaan oo runtii magac weyn kuma yeeshaan een wadanka aan joogno ee qaarada Europe een waxaan jeclahay hal wiil in uu kooxda Man City u yimid oo uu dhalay een عداي ويلكيسا لكن سيدا أدلا سعطان سيدا لربي أما بلشادة سوماليدو سيدا اي ربين ما أوسان نقنين سيدا يدون تبها أهاتو رنتي أن أوسان ما قعدير ويالنين أرنتاس إبراهن أموري وودن كان كعيار أسيقو أد أدى أير أير ربا أنا ويدي محاكين إن عيار يهانا ذا ودن كان كو بدا عكتو كو عيار إن يسان وح سيدا سأي ودن كان كسمين بسم الله عيارها السوماليد لباتدا هاي ستو حوية markay u imaadaan koox naadi oo dhisan oo maareeyt markay lugta ay u galaan pro ma aha yaani may afrikadaas oo kale marka laga keeno ciyaartoy way gaajaysan yihiin waxay dadka tusaayaan iyo macallinka iyo kooxda ay improvement ay ku sameynayaan yaani in oo markno ciyaartoydan oo ciyaar oo gaajaysan oo wax kooxda u tari karo laakiin Soomaalida mar haday oo pro ga ay galaan waxay isku moodaan ma taqaana bis adiga waa lagu saxayay ee professional la tahay just marka lagu safo just ciyaartaada iska ciyaar meeshan ciyaarta marka macnaheedu waxa ay tahay daawadayaal sida Ibrahim aan ka yara fahmi karo wiilka Soomaaliga marka kooxaha professionalka loo saxiixo durbadiba waxa uu bilaabaa in uu isqaado meenis uu isku maleeyo ciyaariyahan oo runtii aad aad qatar ama koox loo saxiixay taasi macnaheedu ma ahan in aad runtii tahay laacib aan oo lacag badan sidoo kale inta badan waxa jirta waalidiinta caruurta siiba kuba kooxaha markaas ay seexdaan durbadiba waxa laga dareemayaa different taasi ma laga yaabaa in reerka iyo dadka markaas caruurtaas ku wareegsan inay cunuga ka dhigaan cunug minus oo darajo asaga lehen markaas gaara darajo asaga lehen sida oo kale maamooyinka oo kale oo caruurta dhalay kubad wax ma ka yaqaanaan waa markii caruurtoodii arkaan inay kubada ay jecel yihiin mis kale oo maarta naadi inuu ciyaaro inay istusaan caruurta hooyad inay tusto hooyo maxayna cuntadii iyo wuxuu cuni lahaa kan roosh raashin ku cuni lahaa cunuga inay ka dhigaan nin oo maarta awood leh oo jirkiisa inuu isbedel inuu muujiyo yani ma aha maarkina cunugii sida lagu soo kori lahaa in lagu
oo koox runtii adiga aad markaas ka mid ahayd runtii ay ciyaarayeen dhalinyarada Soomaalidu talent ayay ahay runtii si wanaagsan ayuu ciyaaray laakiin ciladda ugu weyn aan markaas aan kooxdaas aan ku arkay waxay ahayd runtii aad ayay u dhubnaayeen kooxaha ka socda qaaradda Afrika ama waddankan nala jooga ee dadka qaaradda Afrika imaada dhalinyaradooda aad bay u dhisanaayeen taasi ma laga yaabaa runtii tiimka aad markaas ka mid ahayd oo dhalinyarada aad islacay aad caato ahaayeen in marka la idin taabtaba aad dhicaysan taasi ma laga yaabaa in ay runtii guuldarooyinka yar markaas aad la kulmaysaan ay ka mas-uultahay Ibrahim maya taas waxaan ku sheegay kubaddan ku sheegay adoo caata ah laga yaabinin oo ka awood badan maaragtay yacni meesha stability the way aad oo kubaddu ciyaaris maaragtay ay ka mid tahay marka qof waa laga yaabo maaragtay oo ka xoogay markuu kugu dhaco asaga markaa isku dhacdiin uu dhahay ninkan caateysan oo aniga xataa aan dhicin waa maxay because meeshaan waxaa jirta soomaalida kubaddu aad ay u fiican tahay waxay kaliya u baahan yihiin soomaalida caruurta inay fursad inay helaan fursadooyinkana waddankan absolutely ma ku heli karaan xilligan la joogo the only fursad ay heli karaan waa dalkooda dalkooda markay maaragtay ay fursad u helaan in qaranka waddankooda lagu daro kale qaranka dadka qaranka oo maaragtay oo ku darayna maaragtay waxa kaliya aan leeyahay caruurta Soomaali oo qurbaha ku nool fursad in la siiyo in ay maaragtay is improve gareeyaan markaas Soomaalida waa la xareyn karaa cunto raashin nooc walba kubad Soomaali kubad ay ciyaarto wax maleenay in talent ay leeyihiin wallahi Soomaalida caruurta inta joogto talent ay leeyihiin waxa kaliya u baahan yihiin waa when need jabsin caruurta inta caruur badan aqaan oo need jabsan oo kubad iska ciyaar xataa need u ahaynin laakiin Allah kaan la yaa taas oo kale daawadayaal sida aad daawanayseen barnaamijkeena kickoff ee ciyaaraha isboortiga ayaa waxaan ku soo qaadanay qaybo badan isboortiga waxaan ku soo gabagabeenay ciyaaraha Soomaalida siiba dhalinyarada aadka u da'da yar ee ka ciyaara qaaradda Yurub kooxaha kala duwan ee qaaradda Yurub si waddanka Ingiriiska ayaa ciyaarahan aad u da'da yar Soomaali runtii magacooda minus ay wataan ama ay markaas ay seexdeen laakiinse nasiib daro caruurtaasi ma gaaraan heerka laga rabay taasina kolley waa nasiib daro waxa uu Ibraahim yiri in qaranka Soomaaliya xilliga la doornayo ay isku dayaan inay dib u soo eegaan dhalinyarada runtii qurbaha ku nool oo talentaga islamarkaasina fursad u helay in ay tababar ay la qaataan laacibiin badan oo qaaradda Yurub kooxda lagu magacaabo Sunderland ayaa waxa uu ka mid yahay wiil aad u yar runtii oo da'diisa 8 jir ah oo Soomaali ah runtii aad u ciyaar qurux badan laakiinse nasiib daro ma haysto dad taageera barnaamijkeena kickoff ciyaaraha isboortiga oo aan maanta aan ku soo qaadan ciyaarahaasi iyo kubab badan ayaa waxaan filayaa in aad kaga hesheen insha allah sanadku waa gabagabo ciyaaraha aad xiiso badan ayaa jiri doona Ibraahim Amoore ayaa waxa uu yahay qofka sida gaarka barnaamijka dhanka falanqaynta iigu fadhiya iyo fanne ayaa waxa uu yahay dhanka farsamada aadka u quruxda badan iyo sawirada producerka barnaamijka ayaa mar waliba waxaa ii sameeya Maxamed Yare oo aad ku barateen in barnaamijkan kickoff ciyaaraha isboortiga uu si wanaagsan mar waliba hawada u soo geliyo sidoo kale Cabdisamed ayaa inta badan waxuu aad igaga caabayaa in aan helo ragga markaas ugu magaca dheer isboortiga wareysiyo wanaagsanna aan goobtan aan kaga qaadno anigoo Saalim Dhoore ah iyo dhammaan dadkii ila daawanay barnaamijkan inta u suurtagal weysay in qadka taleefanka u soo galo iyo inta u soo gashaba waxaan isku dhaafnaa aniga Ibraahim Amoore wabillahi tawfiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu